هقول لحضراتكم خبر مؤسف زعلني قوي قوي قوي، يعني لما قريناه النهارده في كتير راحوا من ابطالنا شهدائنا اللي قدموا نفسهم، من يعني رجال القوات المسلحه ورجال الداخليه بيدفعوا ثمنهم وحياتهم علشان زي ما كنت دايما بنقول نفس الجمله، لكن هي مش جمله انشائيه والله، لكن هي دي الحقيقه، انه لما يكون حد على خط النار على المواجهه واحنا قاعدين في بيوتنا مرتاحين، حتى لو في مشاكل اقتصاديه او اي حاجه كله بيهون وكله بيعدي، لكن ما فيش اغلى من الروح اللي الواحد بيقدمها. اسر شهدائنا يعني قد ايه بيبقى بيعز عليهم، لكن بيقول ما يعزش ابدا على بلدي. العقيد ساطع النعماني البطل اللي كان بيلقب بالشهيد الحي، وهو بالفعل الآن يعني شهيد عند الله سبحانه وتعالى. الحقيقة لما كان لنا شرف كتير من القنوات التلفزيونية أجرت معاه لقاءات، كنا على الرغم من يعني الظروف الصحية وحتى صعوبة في الكلام، لكن كنا بنحس إن الكلام طالع يعني منه في استرسال، نتيجة لإنه في عزيمة وفي قوة وفي إرادة وبيتحدى حتى إصابته الصعبة جدا. العقيد ساطع النعماني الله يرحمه كان نائب مأمور اسمه بولاق الدكرور، ده كان وقت أحداث بين السرايات في يونيو 2013، وقتها اتصاب بطلق ناري في العين، حصل طبعا عمليات جراحية كتير، وهو الحقيقة كان بيقول يعني مش هممني، يعني أنا بقدم نفسي فدا لبلدي. كان من جراحات، وكان يعني سواء بره وجوه وفي كتير من المؤتمرات وفي كتير من المحافل وكده كان بيكون موجود لتكريمه، وكنا بنلاقي القاعة ساعتها بتضج يعني بالتصفيق واحتفال كبير. العقيد ساطع النعماني كان رايح الله يرحمه يعني يعمل جراحة تجميلية وتكميلية في الوجه من حوالي أسبوعين، وسبحان الله العملية تمت بنجاح، وكان مقرر أنه هو يرجع لمصر النهاردة الساعة 9، لكن قضاء الله وقدره أو أنه ربنا اختاره شهيد، أنه لا عايزه يكون موجود فوق عند ربنا. شعر بعياء شديد، أخوه نقله لمستشفى يعني قريب، لكن كانت طبعا قضاء الله وتوفى في هذا المستشفى.